قصة المعجزة التي خبأتها الطبيعة من أجل الإنسان، تقدمه علامتنا التجارية إلى المستهلكين منذ عام 1957. إنها بدأت في منطقة بي بازار أنقرة، معملنا الذي تم تأسيسه وهو يواجه صعوبات ظروف تلك الفترة بمساحته المغلقة التي تصل إلى 65,000 متر مربع، أصبح من أكبر معامل تركيا في هذا القطاع. ونجح معملنا بطاقته الإنتاجية التي تصل إلى 300,000 قارورة في الساعة أن يكون أول علامة تجارية للمياه المعدنية تأتي على خاطر الإنسان. مؤسسة بي بازار لإنتاج المياه المعدنية الطبيعية تقوم منذ اليوم الأول من تأسيسها بتعبئة المياه المعدنية الطبيعية من نفس المنبع بواسطة آلات التعبئة الآلية في المنشأة بدون أن تمسه الأيدي وبلا أي تغيير في بنيتها الخاصة بها. إننا بمبدأ الصحة أولاً نحافظ على نقاوة مياهنا المعدنية الطبيعية تماماً، وذلك بفضل القنان الخضراء التي نقوم بإنتاجها بأعلى التقنيات من أجل حمايتها من الأشعة الضارة، ونبدي الاهتمام اللازم بجميع الاختبارات المختبرية منذ أول مرحلة إلى آخر مرحلة من الإنتاج تحت إشراف مهندسين المختصين في هذا المجال، ونقوم بذلك بدون أن نتخلى عن الجودة والصحة أبداً. المياه المعدنية التي اعترف عالم الطب بفوائدها الكثيرة وبالمسؤولية التي تحملها علامتنا التجارية المفضلة من قبل ملايين الناس، نشعر بأننا مدينين لكل فرد شاب أو مسن في تقديمها لاستهلاكهم، ونقدم مياهنا المعدنية الطبيعية بنكهتها الجديدة بطعم الفواكه اللذيذة إلى زبائننا المحترمين التي صممها فريق البحث والتطوير الذي يعمل بدون توقف. منشأتنا التي تملك كافة شهادات مقاييس الخدمة لنظام الأمن الغذائي وإدارة الجودة تقدم خدماتها بشبكتها الواسعة التي بلغ عدد نقاط الوصل فيها أكثر من 300 نقطة. ونسير في الطريق بشعارنا قنينتان في اليوم على الأقل، ونستمر بتصدير منتجاتنا إلى أكثر من 18 دولة في العالم. هناك ملذات نشتاق إليها تغيرت وفقدت طبيعتها في الحياة، ولكننا نجحنا منذ أكثر من نصف قرن في الحفاظ على نفس الجودة وتعبئتها بلذتها التي لم تتغير إلى اليوم. مياه بي بازار المعدنية الطبيعية.